السلام عليكم خوتي المغاربه. اليوم غادي نتكلم على مجموعه من المواضيع، ولكن خليوني نبدا بالموضوع التافه. علاش غادي نقول لكم موضوع التافه؟ بانه ولا تتصدر مواقع التواصل عندنا. واش المشكل فينا حنا ولا المشكل في دوك الناس اللي متبعين هاد التفاهه؟ واش المشكل فينا حنا اللي كنبارطاجيو هاد الشيء وما كنقدروش بين قوسين نهضروا في الحوايج المهمه؟ انا كنوصل ميساج، انتم عارفين الناس اللي ما كيقدروش يهضروا في هذه المواضيع، وكتعرفوا الناس اللي كيهضروا في مواضيع مهمه وكيهموا الشعب المغربي. مثلا ملي كتشوف صحافي شاد ليا هيام ستار، هيام راكم عارفينها، سيده ما غاديش نقولوا عليها حمقه ولا غادي نقولوا سيده مريضه، عندها اكتئاب، عندها ديبريسيون، كتاخذ الدواء ديالها سواء كيف كتقولوا نتوما هذيك راه دايره هبل تربح، الا كان دايرها هبل تربح راه كاين القانون في البلاد. تنشوفوا هنايا واحد الصحفي ولا دايرها كونسيبت، يعني جميع الفيديوهات ديالو جميع اللايفات ديالو تهضر على هيام ستار. يعني هنا هيام ستار عطيناها واحد القيمه اكثر من الحجم ديالها، وكنبينوا المجتمع ديالنا بان التفاهه راه هي اللي متصدره المشاهدات، ولا هي اللي كيتسوق ليها كيسوقوا ليها بعض الصحفيين ولا بعض اليوتيوبر ولا اللي كيستعملوا جميع لي زابليكاسيون. ما فهمناش فين كاين العيب، فين كاين المشكل. انا ما يمكنش نبقى متبع هيام ستار، تيقول لك علاش انت يا ما كتهضرش على هيام ستار، علاش ما باغيش لها الاعتقال؟ انا حاجه وحده اللي كنطالب بها المسؤولين والجمعيات ينقدوا هذوك الوليدات اللي تيكونوا عند بحال هاد الناس، وهيام منها بزاف. الا كنا غنهضروا على هيام نهضروا حتى على هذيك ساره السعديه، نهضروا حتى على هذوك الناس ديال زلايليك وديال النواحي ديال مربوحه والنواحي ديال، انا ما تنهضرش على دوك الناس اللي كيخدموا بوليداتهم، الناس اللي كيخدموا بوالديهم، الناس اللي كيخدموا بجدودهم، حتى هادو خاصهم واحد العقاب اللي يكون قانوني، يكون لهم واحد متابعه قانونيه. هيام ستار كان خاصها تمنع من السوشيال ميديا، كان خاصها تحيد لها التليفون، خاصها تمشي لفين تعالج، تمشي للسبيطار يردوا ليها البال، عندها وليدات. انا شنو غرضي مثلا هي تعتقل؟ شنو غادي تشرد وليداتها؟ هي ربما تزيد يطير لها الفريخ. هذيك السيده ما خصناش نعطيوها اهميه بهذا الحجم هذا، ولا كنا غادي نعطيوها اهميه بانها تمشي تعالج. كاين بزاف الناس ما غاديش يعجبهم الحال، ولكن شكون هما هذوك الناس؟ صحاب الصفحات وصحاب اللي باغين يطيحوها، تيشوفوا بان هي كتدخل فلوس. كتدخل فلوس، ولكن الله ينجيك من حالتها. حتى انا راه كان من المفروض نوض حتى انا ونمشي مع الموجه باش انا نطلع المشاهدات، حتى انا باش نكون باين في الصوره، حتى لا جاب الله والتعتقلات ولا ذا، نكون حتى انا رانا كنت واعر وتسببت في اعتقال واحد المراه اللي كان خاصها تمشي تعالج، اللي كان من المفروض من المسؤولين يديروا شي تحرك، يتحركوا الجمعيات حتى هما يتحركوا. كاين شي جمعيات ديال حقوق الطفل بصراحه في سبات عميق، والله العظيم ما فهمت انا هاد الدور الجمعيات شناهو. ملي كنشوفوا بحال هاد الحالات، ملي كتنوض الام كتقول الولد ديالها انت طلعتي ليا في راسي، ندمت علاش ولدتك، غادي ندي امك للخيريه، غادي نفعل لامك، نوض غسل ليا الماعن، نوض شطب. يعني انت كتربي فيه واحد الشخصيه ديالو ضعيفه، انت كتربي فيه انوثه، ما كتربيش فيه الرجوله. راه كل الجنس كنعطيوه التربيه ديالو. الراجل خاصك تكبر فيه الرجله من الصغر، يعني تيكون العقل ديالو خاوي. خاصني نوريه الحويجات اللي غادي يستافد منهم. ملي انت كتعنفيه بداك الكلام وكتبقى تقولي له انت بحالك بحال المراه، يعني غادي يجيه عادي. ولكن الا بقيت كنفهم ولدي انت ولدي راجل خاصك تتعاوني في هادي، خصني خصو يعاونك. فاش خصو يعاونك؟ هو ديه يقرا، هو مثلا ملي انت واش انت دخلت عليك بالله؟ انت كأم عاديه طبيعيه، انا ما كنهضرش على هويه، ماشي انا هاد الكلام ما كنوجهوش لهويه، انا كنوجهو للعيالات ولا النساء اللي عندهم العقل كيخافوا على وليداتهم. الناس راه تيكونوا جالسين في الدار ووليداتهم تيلعبوا في البيت، كل مره كيمشيو يطلعوا عليهم،
كيشوفوهم غير قطعوا الصوت تيقول لك مال الوليدات اشنو كاين شي حاجه كينوضوا كيجريو ويمشيو يطلعوا عليهم. ما بالك هاد السيده اللي كطالب ليها بالحبس؟ تخيلوا معايا شنو كدير. قال لك ملي كتشدها النغزه ديال الدماغ ديالها وكتبغي تشد ضرب الطاسه، كتسد على ولادها بالساروت وكتخلي معاه تربيه عندها واش 6 شهور واش 5 شهور، والدري الكبير عندها وقيلة عنده 11 عام. هنا شنو خصنا نديرو؟ هذيك خصها يتهزوا ليها الوليدات ويمشيو يتكلفوا بهم جمعيه حتى تعالج هذيك الام، نشوفوا معاها نمشيو نعالجوها نديروا لهم واحد الصالير. هنا فين خاص تبان الدور ديال الدوله والدور ديال المسؤولين؟ هنا فين خاص يبان الدور ديال المسؤولين؟ انا ما محتاج بينك انت تمشي تجيب لي مهرجان وتجيب لي الشطيح وتجيب لي وحده عريانه وتخرج لي واحد المجتمع اللي هو فاسد ومجتمع اللي هو فاسق، وحنا باقيين غادي نرجعوا لواحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف. ما بغيتش نطول عليكم فيديو، انا بغيت نخصص هذا الفيديو هذا غير لهذا الموضوع ديال هيام ستار. تحياتي لكم.